سائل يقول: هل يجوز لي مصافحة زوجة أبي أو تقبيلها وأن أكون محرما لها في السفر؟ وإذا طلقها والدي هل أكون محرما لها أيضا؟ نعم. دون جزاكم. زوجة الأب أو الجد أو أبي الجد محرم للابن، يعني من محارم، فيجوز للإنسان أن يصافح زوجة أبيه وأن يقبلها لكن على الرأس، على رأسها، وأن يخلو بها وأن يسافر بها لأنها إيش؟ محرم. وإذا قدر أن الأب مات عنها أو طلقها فالمحرمية باقية. ولهذا لو طلقها أبوه وانتهت عدتها جاز أن تكشف للابن ولا تكشف للأب، لأن الأب طلقها وليس محرما له، والابن محرم له.